السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. المرحلة الثانية بمادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية، يوم المعاد المحاضرة رقم 7 راح نتكلم أو نتناول بها عن الوير. شنو معنى الوير؟ شنو التفاصيل الخاصة به؟ إن شاء الله راح نتناولها بهذه المحاضرة، لكن بشكل بسيط جدا وسمبل، لأن نرجع ونقول مادتكم هي عبارة عن مدخل للمنشآت الهيدروليكية. فشنو معنى الوير؟ الوير هو أي حاجز يوضع داخل الاني بارير، حاجز يوضع داخل قناة مفتوحة او نهر او غيرها، الغرض من عنده يسيطر على كمية الماء العابرة من خلاله. يعني انه الغرض من عنده اصلا، يعني كمية الماء العابرة من خلاله اقدر انه انا اسيطر، يعني شلون انه يشتغل تقريبا شغل الريجوليشن، لكن هو مو عمله انه ينظم، وانما عمله يقيس لمقدار التصريف اللي جايني خلال هذا النهر، الفلو ميجرمنت. لذلك انا هسه من اردبني في اليوم، يعني في مكان معين سيت احتاج تحريات جيولوجيه، تحريات هيدرولوجيه. الهيدرولوجيه من ضمنها انه مقدار الفيضانات او موجات الماء المتواجده خلال هذا النار، حتى على اساسها انه يكون تصميمي للست ضمن الـ مثلا السيف سايد، اختار فري بورد مناسب، سبولوي مناسب الى اخره. هذا كمثال بسيط. فاستخدم دائما الفلو ميجرمنت. الفلو ميجرمنت احد طرق قياسها هو الوير. اكو عندنا عده طرق لقياس الفلو ميجرمنت داخل النهر، لكن اشهرها موجوده تقريبا بكل دول العالم هو الوير. فالوير يصنف على انه هو الحاجز الذي يوضع داخل القناه المفتوحه، الغرض من عنده انه يسوي لنا ويتش فلو تيك بليس، حيث يحدث الجريان، يعمل هذا كمسيطر عليه، وهو يوجد لنا العلاقه بين اثنين، بين الهيد والديسشارج. فهذا الستركتشر بولت الغرض من عنده، هاي اهم فقره، تو ميجر ذا ريت اوف فلو. اوف فلو او شنو؟ اوف ووتر، يعني ريت اوف فلو. عرفوا جنرالي يقسم الى اثنين. شنو هو هسه هنا ام وضحت لكم انا فيديو بس حتى تشوفون. لاحظ هنا انا Let us see what notch ها شوف لاحظ هنا هسه هنا هذا اللي ينطق اياه هو عباره عن اسكيب، هو لتصريف او لجريان الماء. هذا هو لاحظ هناك، هاي هناك مجرى النهر او القناه، هذا معبر الماء من خلاله. هذا التصميم الانشائي او هذا التصميم الهيدروليكي يسمونه الوير. هو هذا، هاي الكريست مالته، هاي التصنيفات الصراحه نجي نفتهمها لكن بصوره عامه. شنو هو الوير؟ هذا الشكل يصير بصوره عامه. هسه نرجع الى محاضرتنا تتكلم، نرجع للمحاضرة. المحاضرة تتكلم عن الوير. هناك نوعين عندنا من الوير، هي الشرب كريستد وير والبورد كريستد وير. الشرب كريستد وير اللي هو يكون ذات نهاية حادة، والبورد كريستد وير يكون نهايته تقريبا احنا نسميها النهاية العريضة او تشبه الريكتانجولر. تمام عيني. فهسه يعني عريضة تماما على طول مجرى النهر. هسه نجي نفسر شنو معنى ذات النهاية حتى نفهمهن بصور. تقدر تكتب على الانترنت وتشوف اشكال وفيديوهات عنه. هذا لاحظ هذا نهايته تكون يعني شكله بالشكل العريض، يسمونه البورد كريستد وير، وهذا اللي تكون نهايته مثل ما نقول حاده يسمونه الشارب كريستد وير. يكون عنده انواع مو بس مثلث، اما مثلث او شارب مستطيل او شارب ترابيزويدر. هسه راح نجي نتناولهن. اهم غرض تفهم هذا الموضوع انه السبب الرئيسي لانشاء الوير هو الديسشارج ميجرمنت، او نرجع ونقول بولت تو ميجر ريت اوف فلو اوف ذا ووتر. تمام عيني. الغرض اما اقيس اني الووتر ديبث حتى اني اسوي كالكوليت، لازم سنجل ديسشارج يقيس لي، هو الوير يقيس لي يعني ديسشارج بمكان واحد، اما بالاب ستريم ووتر ديبث او بالداون ستريم او بمكان الفتحات الاريا اوف اوبننج. لكل انواع الكريستد وير اللي هي سواء كان شارب او بورد كريستد وير هناك نوعين، اما اسمه سبريزد وير او النوع الثاني احنا نسميه كونتراكتد وير. شنو يعني اي نوع من الوير، اما يكون هذا النوع او يكون هذا النوع، شنو معنى ذن النوعين؟ انا ما اريد ادخلك بتفاصيلهم، بس اردك تعرفهم بصوره عامه. هذا اللي هنا شنو الغرض من عنده، تقرا لي مجرد فلسفته البسيطه، لكن شوف هذا الرسم هنا يوضح لك. شوف لاحظ هذا الكونتراكتد وير انه لا يكون مثل ما نقول احنا عرض الوير هو نفسه عرض يعني العفو السبريزد
يكون عرض الوير نفسه عرض الفتحة الخاصة بي، لكن بالكونتراكت اللي هو المتضيق يكون عرض الوير يختلف عن عرض الفتحة اللي يعبر من خلالها الماء. فهذا هو الكونتراكت ريكتانجولار وير وهذا سبريست ريكتانجولار وير. لاحظ أنا كاتبت لك الفروقات، هنا الال أقل من البي وهنا الال يساوي البي، وأقصد بالال هو العرض أو الفتحة اللي يعبر من خلالها الماء فقط. هاي الغرض ينشؤونها إنشاءات يعني لأغراض إنشائية for safe site anything، بس حتى تعرفون أكو نوعين من الوير بصورة عامة. يعني هذا يكون هو طول الإفكتيف. لاحظ هسه هذا يشبه هذا الشكل، ما ماخذ كل القناة، يكون إنما يكون فالال هنا أنا ما يكون نفس هذا الال كله، وإنما إفكتيف أطرح من عنده هاي الفروقات الموجودة منه ومنه اللي هي إنشائية. إيش قد مقدارها هاي الفروقات 0.1H؟ أنا ما دخلتكم تفاصيل هذا الشيء، لأن أنت راح تتناول إن شاء الله المرحلة الثالثة بشكل تفصيلي بمادة المنشآت الهيدروليكية، بس حتى تعرف بصورة عامة عندك نوعين من الوير اللي هي الكونتراكت وير والسبريست وير. بعد ذلك نجي هسه على الشارب كريستد وير اللي هو أول نوع. الشارب كريستد وير مثل ما دلاحها اللي احنا نقول احنا ذات النهاية الحادة يكون بعدة أنواع عندنا، أما يكون ريكتانجولر اللي هي هاي معادلته الكوفيشنت معامل الكفاءة الخاص به في طول الوير في الارتفاع الفعال للماء أو الكريتيكال ديبت أوف ووتر مرفوع للأس إن. هسه راح نجي نبين الفورمولا الخاصة به. الأنواع مالته هو أما ريكتانجولر تمام عيني مثل ما هذا، هسه أجي أوضح لكم إياه بصورة حتى يكون واضح. لاحظ هذا شارب كريستد وير حاد، لكن شنو هنا ريكتانجولر. نجي على النوع الثاني. النوع الثاني أما يكون تراينجولر اللي وضحناه تقريبا بأول صورة، أنا أول صورة عرضت لكم بأنواع الوير هاي تراينجولر، أو ترابيزويدر اللي هو يكون شبه منحرف. هذا الترابيزويدر وير هذا يكون بشكل شبه منحرف تمام عيني. هاي ثلاث أنواع من المعادلة الخاصة به هذا 1.86. هسه أحد يجي يسألني هاي المعادلات شلون وضعت، هاي وضعت هاي المعادلات احنا مثل ما نسميها empirical equation، يعني لحالات معينة ظروف معينة لهذه الحالة الكيس اللي هي تكون بكذا أبعاد بكذا تصاميم بهذا النوع اجريت العديد من التجارب العملية داخل قناة مختبرية إلى أن وجدوا هاي الفورمولا الخاصة بها تمام. نجي على النوع الثاني واللي هو الشائع والأكثر استخدام والأسهل أيضا بالإنشاء اللي هو البورد كريستد وير. البورد كريستد وير تمام، فعندنا به أيضا إحنا نوعين، أما يكون شارب يسمونه كورنر أت أبستريم، أي يكون راوندد. هاي متى نحددهن نقول نسميه هو بنوعين، أما نرو بورد كريستد وير لكن نرو، أو النوع الثاني يسأل اللي هو البورد كريستد وير الاعتيادي. علما نتصنف على أساس البي العرض مالته هل هو أكبر أصغر من 0.5 في الاتش، يقصد بالاتش هذا ارتفاع الماء اللي يعبر فوق القمة، لو أقل إذا أقل أو أكبر على أساسه يصنف. هذا إذا جبت لكم إياه بالامتحان أجيب لك المسألة يعني السؤال وأجيب لك مثلا ارتفاع الماء، فتروح تضرب ارتفاع أنت بعد ما توجد ارتفاع الماء الضربة في هذه القيمة، بتروح وأقول لك مثلا أحد المطالب مثلا show type of wear used، ما تقول لي فقط board crested wear وإنما تبين لي نوعه هل هو narrow crested wear. لو النوع الثاني يسمي فقط board crested wear هذا يسموه narrow crested wear، وهذا شنو اسمه board crested wear. هذا يمكن يسموه board crested wear لما يكون الويدث مالته أكبر من 0.5 في الاتش، وإذا كان أصغر شو نسميه نارو. فهاي الفقرتين تجي عبارة يعني عن يعني سميه للنوع المستخدم على أساس أنت الرقم اللي يطلعه تمام عيني. فهاي الأنواع هنا شنو يقصد بالكريتيكال ديبس؟ سابق أنه تناولنا عنه قلنا أنه أكبر عمق للماء يصل يعبر فوق قمة السد أو الحاجز اللي دائما تجد ينأخذ الكريتيكال ديبس ينأخذ دائما 2/3 من الاتش كابيتال اللي هو ارتفاع الماء الكلي. البورد كريستد وير هذا قانونه تخلوا ضمن لستة القوانين الداخلة عندكم بالامتحان الكيو ساوينا 1.7 في السي دي في الال في الاتش اس 3/2. السي دي هو معامل كفاءة البورد كريستد وير ويصل يعني دائما قيمته من 0.85 الى 1، وبالنسبة للاتش ده نلاحظ انه قيمته هنا وبالنسبة
فهسه عندنا هذا النوع. طيب هسه نجي على النوع الثاني، هذا نوع يكون خاص. دائما احنا الوير بصورة عامة اما يكون نون سبميرجد او سبميرجد وير. السبميرجد وير لما يكون السد تقريبا غاطس كليا تحت الماء. يعني احنا شلون نحدد انه غاطس كليا؟ احنا مو الماء دا يعبر عندنا من منطقة المنبع على منطقة المصب، من الاب ستريم للداون ستريم. لما يكون ارتفاع الماء بالداون ستريم اعلى من القمة مال الوير، فهنا أنا راح نقول انه هذا النوع من الوير هو سبميرجد وير. طيب شقد نسبة الغطس اللي خاصة به اللي هي سبميرجد ريشيو؟ هو نسبة الماء الموجود بالداون ستريم على نسبة الماء الموجود بالاب ستريم، يعني وكأنه H2 على H1 في 100%. هذا ممكن شرح اجيب لك اياه هذا الموضوع، يعني على السبميرجد اجيب لك هيك فد يكون كأنه برانش فرع صغير شيء كذا، اعطيك نوع حتى تطلع لي السبميرجد ريشيو وترسم لي اياه الرسم مطلوب حتى تبين لي الهايدروليك جريدينت لاين. طرق الديزاين اللي هي الديزاين اوف وير، عندنا ستيب خاص معين للديزاين، فالفلسفه الخاصه به انا ما راح انه ادوخكم بيها لان حاليا انتم ترودكشن اوف هايدروليك ستراكشر، لكن هاي الفقره تنتبهوا لها اللي هي نقطه رقم 4. ايش دا يقول اول نقطه لهنا؟ انا اهم مشكله تواجهني او اريد اتخلص من عندها اثناء تصميم الوير انه ما اريد الابلوفت برجر يتولد. فدائما حتى انه اقلل هاي الظاهره من توليد الابلوفت برجر، الجوينت الموجوده حد لان هو دائما هيكل انشائي مفصلي، فعنده تركيب الجوينت لازم تملا هاي، تنتبهوا لها الفقره هاي اذا اجيبها هاي. لاحظ جوينت فولد وذ ماستيك ماتيريال وذاوت ذس جوينت الكراك، حتى ما تحدث ظاهره الكراك اللي تحدث بسبب اللارج لود اللي ناتج لي عن الكومبارجن اوف ووتر او الضغط الماء اللي يتولد داخل بالابستريم سايد. فهاي جاوب ليها شلون من اطلب من عندك حلول، يعني ضمن السؤال من اجيب لك اطلب من عندك حلول، مثلا انطيني يور سجستشن مثلا حتى اعالج الابلفت برجر المتولد، فتطرح لي هذا الموضوع، هاي الاجابه هاي تفيدك. نجي على الاكزامبل، لاحظ هسه اكزامبل 1 عندي ريكتانجولار شانل، تمام؟ ايش قد الويدث لها؟ 6 متر. ايش قد تحمل تصريف؟ 2800 لتر بير سكند. لاحظ هذا تحوله لتر بير سكند، شلون احوله حتى احوله للمتر تقعيب على السكند؟ اقسم على الف حتى يصير متر تقعيب على السكند، يعني كيومك. العمق مالته ديبث ايش قد؟ 90 سنتيمتر. اوكي وات شيل من عندي هسه هذا الديبث المنطق يا هنا شنو؟ هذا عمق الماء، بس انتبه سنتيمتر تقسمه على 100 يصير 0.9 تحوله الى متر. وات الهايت اوف بورد كريستد؟ لحظه شنو نوعه حتى ما تعرف يا قانون تستخدمه؟ بورد كريستد وير، تمام؟ اللي لازم يريد ارتفاع البورد كريستد وير، تمام؟ فيريد ارتفاع البورد كريستد وير، يعني وين الارتفاع؟ يعني هذا الارتفاع، هذا ارتفاع عملنا لهنا هو اللي يريده. فهسه شنو نسوي؟ اللي لازم يعني حتى ينصبه تو دبل، حتى يتحمل دبل، انتبه على كلمة دبل، دبل اوف شنو؟ اوف ديبث. وين هو الديبث اوف ووتر؟ تاخذه دبل. هاي العبارة تنتبه لها، مرات ينطق اياها بالسؤال ومرات ما ينطق اياها. إذا انطاك اياها تضرب الديبث اوف ووتر في 2، وإذا ما انطاها تاخذه نفسه. إذا علمت أن معامل كفاءة هذا الوير هو 0.68، أول شيء تجيب ماء نبورد كريستد وير، عندك هاي العلاقة أو الفورمولا الخاصة به 1.7 في السي دي في الال في الاتش اس 3/2، هاي الاكويجن الخاصة بالبورد كريستد وير. تجي على التصريف مثل ما قلنا هاي التحويلات المفروض تتعرفوا لها بما انه لتر على السكند، فاللتر انا حاولت انه اتناولها بالمحاضرة لان انتم بعدكم مرحلة ثانية، فحاليا ايضا تاخذون البرنسبل بالفلويد فخاف ما عندكم معلومات خاصة بها. فالكيو راح يساوي لنا 2800 قسمته على الف حتى حولته المن من اللتر على السكند المن للمتر تكعيب على السكند. السي دي معطى بالسؤال والال كذلك، اطبق المعادله طلعت الاتش اللي هو شو يمثل لي الاتش؟ ارتفاع الماء. اوكي فهسه نجي الديبث اوف فلو المطلوب بهاي القناه ايش قايله انا بالسؤال؟ انتبه على هاي العباره دبل الديبث اوف ووتر. طيب الديبث هو اصلا ايش قد منطني اياه؟ 90 سنتيمتر، 90 قسمته على 100 ايش طلع لي؟ 0.9، اضربه في 2. ليش ضربت في 2؟ لان ناطي دبل، هاي ضروري كلش تنتبهوا له. لو ما منطي دبل تاخذه بس 0.9، يعني مو دائما احد يسالني 6 دائما اضرب في 2، لا انتبه على العباره اللي بالسؤال، موجود ايش قد يتحمل؟ دا يعطيك الانستلت كاباسيتي الخاصه بالوير. فهسه هنا ضربت في 2 طلع 1.8، فدائما ارتفاع الوير
البورد كريست دوير الانشائي شلون نطلعه، الارتفاع الكلي تمام 1.8 ناقص الاتش اللي هو ارتفاع الماء فوق القمه، هذا الارتفاع هذا من هنا الاتش، الاتش يمثل لك ارتفاع الماء من قمه الوير اللي هي الكريست اوف وير الى اعلى نقطه بالماء اللي دي يعبر، هذا يسمونه الاتش كابيتال، زائد هذا الديبث اللي دي يتحمله ضعفين دي يقول انه الكلي، فتطرح هذا ناقص هذا يطلع لك الديبث اوف شنو الديبث اوف كريستد وير او بورد كريستد وير. يعني يعني هنا شنو المجهول بهذا السؤال؟ مجهول وكانه ديزاين، يعني ابعاد خاصه بالوير نفسه تمام. فالهايت اوف وير يساوي البي، احنا نرمز له رمز بي 1.8 ناقص الاتش كابيتال، طلعنا قيمته. الاكزامبل الثاني نفس السؤال، لاحظ هذا هو الوير وهاي الارتفاع الموجود عليها مقدارها 6 وهاي هنا المسافه مقدارها 2 تمام عيني. فهسه هنا دا ينطيك الفلو ديسشارج 300، شنو معنى كيوميك؟ انا سبق ونوهت عليها بالمحاضرات السابقه، معناها متر تكعيب على السكند. طول الوير ايش قد؟ 40 متر. الهايت اوف وير البي معناها 2، الهايت اوف اكو اضافه للوير تنضاف حتى الغرض نعتها يزيد، حتى شلون ان احنا نعتبرها مثل الفري بورد تنضاف كمسافه امان اضافيه حتى انه اسيطر السير كنترول على الماء اوقات الفيضان، فيسمونها الشتر. التوب اوف وورث وير هالقد، وهذا البوتوم اوف وورث وير، والسي دي هي معامله تصريف هنا مقداره 1. اول شيء هم نفس الحاله يريد معدك الديسشارج، بما انه ذاكر لك بالسؤال بورد كريستد وير تطبق المعادله الاعتياديه 1.7 في سي دي في ال في الاتش اس 3 على 2، تطبيق اعتيادي طلعت ارتفاع الماء المفروض اللي يعبر من فوق قمه الوير، هاي اول شيء طلعناها. بعد ما طلعنا نطلع دور الستاتيك هيد، لان احنا عندي بما انه يقول لي فول سبلاي ليفل، فشلون اطلع على الستاتيك؟ هذا المية انا انطيك اياها اللي هو شو يمثل لك الارتفاع من الاسفل اللي هو شلون احنا نسميه الجراوند ليفل، زائد الستاتيك هيد اللي هو هذا الاثنين، زائد الاتش كابيتال اللي انت طلعته. هذا طلع الابستريم فول سبلاي ليفل، هاي من اطلبه من عندك، اوجد لي الابستريم فول سبلاي ليفل تطلع لي اياه بهاي الطريقه. لو طالبه من عندك لا الداون ستريم، هسه احنا عرفنا شلون هو المطلوب دائما الابستريم، واطلب من عندك بالسؤال انه ترسم لي الهايدروليك جريدينت لاين، لاحظ هالشكل تسويه وترسم لي الهايدروليك جريدينت لاين اللي هو خط الطاقه الخاص بالماء شلون دا ينزل بشكل جراجولي تدريجيا الى ان يوصل او يوصل للصفر بجهه الداون ستريم. فالمطلوب بهذا السؤال هو شلون تحسب لي الابستريم فول سبلاي ليفل تمام عيني. هاي المية معطاه بالسؤال انا انطيك اياها اللي هو الديبث اوف ووتر على عمق ايش قد، يعني شلون احنا مثل ما تاخذوها انتو البيج مارك خدتوها من المساحه، زائد تضيف لها الستاتيك هيد، زائد تضيف لها ال احنا نسميه التوتال ماكس هيد، فذن القيمتين ينضافن مع البنج مارك الخاص بي، فنطلع الابسترا او الابستريم فول سبلاي ليفل. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله التقيكم بمحاضره قادمه، اذا عندكم اي سؤال تقدرون تستفسرون. دمتم بامان الله وحفظه.